رسالة إلى الكلب راشد الغنوشي. يا راشد، فكر روحك وقت اللي كنت معلم في كسر القفصة في مدرسة 4 ديسمبر، تتفكر ولدك في الحرام اللي جبته من اليمن سباجيتي، اللي توه تسكن في حمام لمف في الشعبية، ولدك منه اللي توه معاك في النهضة، اللي جاب ولد في الحرام واللي ضرب الناس بالمفرق، هذا عمره ولا يكون شيخ، هذا ما يكون كان اسقط عباد الله. ونقول له توا تجبد، تجبد انت والازلام نتاعك، انت وعصابه الموت نتاعك، انت والهمال الجواعه اللي جبتهم، اللي توا قاعدين يغوصوا في تونس ويسرقوا فيها ويهربوا فلوسهم وكل. عملت اللي عملوه عائله طرابلسي في 23 سنه عملته انت، عرش ال غنوش وال العريض وال كذا في 23 شهر. ما تحشموش، تكلموا على الاسلام والاسلام، انتم ابعد ما يكون عن الاسلام، انتم اسقط عباد الله خلقت. نعلة الله عليك وعلى حكومتك وعلى كل من جاء منك. انت حطيت بنتك وراجل بنتك اللي هو متزوج في الحرام الساعه، انت وكان كنت شيخ عمرك ما تعطي بنتك في الحرام، وعمرك ما كنت تهز الامير قطر تحم بها الامير قطر اللي ساقتي وبش. نعلة الله عليك وعلى اللي جابك وعلى اللي عرف بها تونس بيك.